على امتداد 90 دقيقة يجسد العرض المسرحي الفلسطيني العاشق مشوار الشاعر الراحل محمود درويش عبر رحلة فنية ووجدانية مستمدة من الذاكرة وسرد إبداعي غنائي متفرد. العاشق للكبير محمود درويش هي قضية شعب، وغير إنها سيرة ذاتية للشاعر نفسه، ولكنها قضية شعب. قضايانا وقصصنا تتشابه في كل فلسطين. حيث يستحضر العرض شذرات من قصائد درويش وأشعاره عبر الغناء والتمثيل لتروي المراحل المختلفة التي مر بها الشاعر سواء في حياته الشخصية أو السياسية. وتعيد المسرحية رسم صورة درويش في محطات حياته الكبرى، بداية من قرية البروة الفلسطينية، مروراً بمخيمات اللجوء في لبنان، ثم بيروت وباريس، وصولاً إلى رام الله في الأراضي الفلسطينية. وشارك العرض العاشق ضمن المسابقة الرسمية للدورة 25 من أيام قرطاج المسرحية، التي أسدل الستار عليها يوم السبت الماضي في تونس العاصمة، والتي شهدت مشاركة 125 عرضاً من 32 دولة.